فرصة مفتوحة. ده أنصار سنة ما عندنا معه شغلة. وده شيعي، شفت ده رجل خبيث جدا، شيعي يسب الصحابة ويلعنهم. ما عندك أي فرصة معانا هنا احنا. أمشي 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 أنت برضه. ما عندك معانا فرصة هنا، وده بالذات خد بالك، لأنه احنا قبل اليوم أقعد كده وضح أقعد. قلت في الوطن بسم الله. قلت ده قبل اليوم الراجل الكبير ده، ونحن والله في طبايعنا كسودانيين علمونا من صغار نحترم الزول الكبير والشيبه، نحن بنحترم الكبير، لكن والله زول بهين الصحابه نحن ما بنحترمه اصلا. اصلا زول بهين اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويقول منافقين، منافق انت ده، انت المنافق لو قال الصحابه منافقين. يقول السيده عائشه زانيه، السيده عائشه زانيه يا اخواننا، منو اللي بيقبل الكلام ده؟ 10 ايات ربنا نزل في الكتاب تتلى ليوم الدين براءة للسيدة عائشة، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. سيدة عائشة زانية، زوج النبي عليه الصلاة والسلام، وابنة الصديق، وهي الطاهرة المطهرة المبرأة من فوق 7 سماوات. كانت السيدة عائشة رضي الله عنها تفتخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، تقول أنا التي أنزل الله براءتها من فوق 7 سماوات. ربنا نزل براءته زواج من النبي صلى الله عليه وسلم، نزل جبريل بصورة السيدة عائشة للنبي عليه الصلاة والسلام، الوحيدة البكر في أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، وهي زوجه في الدنيا وهي حرمه يوم القيامة في الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. تكلم في زوج زي ده، لا خلق لا لا لا, لا, لا احترام، لا احترام لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والله احنا عندنا ده الفكر الوحيد المنبوذ بإجماع الشعب السوداني، بإجماع الشعب السوداني. عندنا الشماشي وبتاع البنجوية فهمت، والرمتالي والصعلوك بينبذ فكر زي الشايل الزول ده، زي الشايل الزول ده. يقول الصحابة منافقين، قالوا ولا ما قالوا في المنبر الفات صحابة منافقين؟ ومن من الذي اختار الصحابة صحبة للنبي عليه الصلاة والسلام؟ اختارهم ربنا، ربنا اللي اختارهم. ربنا قال للمهاجرين للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم شنو؟ المنافقون. أولئك هم الصادقون، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم، ده الواجب علينا نحن، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. صحابة منافقين، منافق انت ده، انت المنافق. صحابة ما منافقين ابدا، بل هم المؤمنون، هم الصادقون، كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه، قال للأنصار: سمانا الله تعالى بالصادقين وسماكم بالمفلحين، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ده أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. إذا زي ده ينبذهم، ما بفتح لك فرصة. نحن ما فاضين نسمع نبذ الصحابة أبدا، ما فاضين، ما فاضين لفكر زي ده، ولا فاضين لخربطة زي دي، ولا كلام فارغ زي ده أبدا. نحن ما فاضين له. لو أنت بتحب تنبذ الصحابة، أمشي نبذهم مع أولادك هناك في بيتكم، أمشي ترمي محل الرمم زيك والحسالة والسفلة زيك، أمشي للشيعة. أنت داير بجاي يرفعوا لك فيديو عشان الشيعة يدق قرش قرشين، حرمان عليك من منبرنا نحن، حرمان عليك، فهمت؟ ونحن لولا انه بيضبطنا دين وبتضبطنا احكام بتاع الشريعه الاسلاميه، انه نحن ما بنقيم الحدود بيدنا ولا بنعاقب زول بيدنا، مهما كنا مغتاظين ومهما كنا زعلانين، لانه اقامه الحد من حق الحاكم. الحاكم هو اللي بيقيم الحدود، هو اللي بيختص في الدماء، ولولا ذلك والله ما تمرد من الجامعه دي، قسما بالله ما تمرد من الجامعه دي. لكن نحن بضبطنا شرعي في النهاية، ما بنسألك بيدنا، بيدنا ما بنسألك، لكن ما بنفتح لك فرصة السافة في منبرنا ده هنا أبدا.
ولو كان فكرك ده منتشر بين الناس، ولو كان في ناس في السودان بيسبوا الصحابة، ينتقصوا السيدة عائشة رضي الله عنها، ينتقصوا أمهات المؤمنين، كان بنناقشكم. لا مشكلة. الآن الصوفية بيقولوا كلام شين ونحن بنناقشهم، علمانيين بيقولوا كلام شين ونحن بنناقشهم، بنناقش الأفكار دي كلها، لكن هي موجودة في مجتمعنا. أما نحن ما بنكون باب إطلاقا يدخل لنا فكر جديد، ما موجود عندنا. نحن الصغير والكبير بيحترم النبي صلى الله عليه وسلم، يحترم أصحابه، يحترم السيدة عائشة. لو لقيت سكران قلت له السيدة عائشة بقول لك رضي الله عنها، صح ولا ما صح يا أخواننا؟ في حلتكم قهوتكم زول بيسب الصحابة؟ في إمام جامع ينبذ الصحابة؟ يقول لعن الله صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما أبا بكر وعمر؟ في زول قاعد يقول كلام زي ده؟ أمشي للشيعة محل الريمان بتاعينك، أمشي للوسخانين ديلك، أمشي لهم؟ عاد من أخواننا يديه فرصة أنا خصيم أمام الله عشان ما يربي لنا فكر زي ده. أمشي شوف شغلتك يلا. Hurry up!